بالفين. كيفاش؟ بالفين لك. بالفين. أرخص من شو؟ أرخص من كل شيء هذي. أرخص. بالفين الواحدة، بالفين تفاح سبيبة. تفاح سبيبة. اللهم بارك. يا وليدي. هاي أرخص بلاصة، تفاح سبيبة. هاي التمس بدينار. هاك القرص بدينار. أهو. القرص بدينار، بدينار الكيلو. بدينار سترونات. أغزر لك التفاح ما شبه شو. شو محليه شو. بالفين الكعبة، بالفين. بالفين الوحدة. احنا تو متواجدين في نقطة بيع المنتج المستهلك، احكي لي شوية على القبيل، أنا نشوف ما شاء الله في التفاح ما شاء الله اللهم بارك 3 و5 غاديك، هوني عندنا بالفين، عندنا بدينار التمسن، عندنا القرص بدينار، الدقلة ب5000، هاو نعيم هذا. هذا نعم عند ربي، كل شيء من عند ربي. يا ربي نعمتنا في الزد. سوالي اليوم نجي ياكل غلة مرتاح، تعرف شر بذيل هذا. عائلة كاملة تاكل بدينار، ها هاي. 8 كعبات بدينار. دينار فريكاسي بدينار وهذه 8 كعبات بدينار بالفين 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 شوف التفاح هيجا ادخل التفاح الميدان ادخل التفاح اهو تفاح سبيبة 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 ريتو 3 و5 3 و5 مرة أولى مرة ثانية 3 و5 اهو اهو شكون يحب هاي شكون منك مصر هاي هاي يزرب روحك عاد ايش بدك الفلوس ايش خلي تعرف عليك انت فلاح ولا قشاي؟ انا هذا فلاح مرنيك بشير بالحسن فرجك الكعبه فرج الكعبه خلص ميزانها 300 جرام 300 جرام الكعبه يا بابا ب 3500 3 و5 مره اولى مره ثانيه الله يربع ها هو التفاح شم 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 الريحه شم الريحه يا وليدي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اي اللي يصلي على النبي يربح اليوم انتم كفلاحه تساعدكم نقاط كما كاين مع المنتج المستهلك تسقاطوا خير وتخدموا خير خير ما يبدا وسيط في البيعه والله احنا ديما كل عام نشاركوا لهنا كي تساعدكم خير ما يبدا فما وسيط في البيعه لا هكا خانا من منتج المستهلك انا ورخص ورخص ساعد يساعدني وساعد المواطن احنا نساعد المواطن اكثر ما تصور في بالك الدفع هذا ما تلقاش 3 و5 البر ولا ما تلقاه امبوسيبل كان دور هذه الكعبه 300 جرام ب6 وب7000 برا يخدم 6 7000 هوني اشتر الحق 3 و5 اشتر الحق وحاجة فرشك المضروبة نلوحوها ها هو بولار بولار الكعبة مختارة حسب مفروزة كما نقولوا وسا شي محلولة شو ما يقولوش غشني ها هاي التفاحة ها يتعشى بها القبل كيفاش احكي لي شو على القبل مازال شوية مش مازال ما عرفوش البلاصة الناس ما سمعوش بيبليسيتي ناقصة أنا قدام في شارع الجمهورية من المنتج المستهلك يا وليدي كل عام شاركوا هكا احنا والله احنا سمعنا بالنقطة هذه وفرحنا استبشرنا خير وكنا نمشي نطلع ونشوف إذا كان حاجة في متناول ناخذه لكن مراعنا الأسواق مش بعيدة على بعضها 7500 دقلة توا تجي للشارع تلقاها ب 8000 شنو الفرق 500 مليم أنا مش حاجة كبيرة بالنسبة للدجاج اللحوم تاع الدجاج تقريبا متقاربة اللحوم بدا متقاربة ياسر ماهيش بعيدة مش بعيدة على بعضها واللحم ما فماش مش موجود مفقود لا العظم هي ناخذ فيها انا ب 11400 نلقى هنا ب 11400 فماش فرق فماش فرق فماش فرق كبير كان في البرتقال الحاجة الوحيدة في التومسون هو رخيص فما بقى وتبقى ما فما حتى شيء رخيص كله كلام فاضي شوية برتقال شوية برتقال وطرف دقلة برتقال وطرف دقلة ايش كلفوا لك هذوما تكلفوا لي 10000 البركة انت تاخذهم بقداه؟ يتكلفوا لي بون بالنسبه للتومسون غالي بالنسبه للدقله هي نفس السوم مش بعيده 3000 4000 فرنك باهي اي شنو باهي باهي 3000 انا ما تعمل لي شيء ما هي حكايه فارغه شوي الاسعار كيفاش متعرف عليكم؟ حتى مسعودي فلاح جديده. فلاح؟ اي جديده. الحاجه باهيه هوني ظهري في النقطه هذه هوني موجودين كان الفلاح. باهي منتج مستهلك تكون من الفلاح للوكيل. اعطينا فكره شنو العرض اللي عندك والاسعار. سمعتنا قارس ريكار هذا 12% السوم فهمني ولا لا؟ هاوك تخزر فيه مخصوص اليوم. هذه المدنيه نام تروى تخدم 3500 4000 في مرشد جرو بير القسعه نبيعوا فيها ب 3000 انا هيك الفاتوره. 3000 تبيع 3000 3000 هذه الفريز العربي نتاعنا فريز كاماروز هذا العرب
فهمتني، هذا كمروزه هذا البارح حطينا 6500، جاء السيد الوزير قال لها طاحوا 500، نحن 500 ابو فيه 6000، هذا التفاح ب 4000، تفاح سبيبه. هاي هذا الكعبه مصلي على النبي توصل بالسلام. نعيما اليوم زوالي ياكل ذا ولدي ها مساك تغسل عينيك مصلي على النبي، انا نصبوا كل يوم نصبوا بالسلام الحمد لله. والعباد حكا بيعطيه الصحه والله، طيحنا في الاسوام بالكدا بالكدا والله، كل شيء عامل برومو طياره طياره، زوالي ياكلوا ما شاء الله ويرمضوا. ديما اسوامنا مريقله، وتجي اليوم وتجي غدوه وتجي اخر نهار تلقى ديما الاسوام وديما سلعه جديده وديما سلعه فرشك، وجو مرحبا بكم في كل وقت. هاك تغسل زاد جماعه هنا الخضر زاد مصلي على النبي عليهم، زاد زاد اسوام الفلفل، الفلفل نقولوا للعباد الفلفل هو هنا ب 3200 اللي الفلفل اليوم في سوق الجمله. اي واحد يمشي يسال توك الفلفل الخضار بتاع حماتهم قداش تبيع؟ يتبيع ب 4000 4500 عند الخضار، هنا ب 3200، الطماطم ب 2200، هنا الطماطم في عند الخضار تو ب 3000 و 3500، وبرا امشوا انا مسؤول على الكلام اللي نقول فيه، فهمتني؟ برا شوف بطاطا بدينار. وهذه قلت نعاينوه وشوفوا البلايك وشوفوا كل شيء. هاي البلايك وهاي الواحد وكل شيء. ندور ونوثقوهم. ندور وصور وشوفوا كل شيء الحمد لله رب العالمين، والعباد هاي تنقذ من الصباح هاي كان الشقف. لا الحمد لله. على قبل كيفاش حتى توا معناتها اليوم العقليه هذه تاع من المنتج المستهلك اليوم ولات عنا احنا كشعب تونسي، ولينا نتحركوا ونفركسوا على وين النقاط هذوما يحب يشري المواطن. يعطيك الصحه. لا لا موجود القبيل، موجود موجود القبيل والحمد لله رب العالمين، والعباد تعرف والزوالي تويك يحب يحب يقضي هنا يجي، الحم موجود، الدجاج موجود، خضره موجوده، غله موجوده، زيت زيتونه موجود، زيت زيتونه هنا ب 11000 لتر، وزيت زيتونه تاع عمناو، فما كل شيء كل الشواء موجود. والاسوام موجود والزوالي نجم يجي ياخذ. تمس قداش ياخذ؟ تمس 15% هاو نافيا هاو. كعبه خلينا نشوفوا. يجيني من هنا شويه. هاو هاو. هاو هاك اخويا مصلي على النبي هاو. 15% تمس ما شاء الله تشوف مصلي على النبي ما بقاش عندي كان هذاك. جبت 20 صندوق تمس هاني كان هذاك بقى من. كان نحوصلوا احنا توا عندنا القارص يخدم 1200. 3000 فريز 6000 الكيلو تفاح ب 4000 تمس 15%. هو الفريز كان البيع يخدم 6.5 طيحته 5 500 اي المدلينة كانت بعت ب 3400 البارح. هاي هاي 3400 البارح فهمتني؟ 3400 اليوم بدلناها ب 3000 البارح بعد ما جاء الوزير قال نقصوا، بعد نقصنا موثق عند وزاره الفلاح البارح جاء الوزير قال نقصوا شوي نقصوا شوي نسيو نقصوا احنا نقصوا خضر الفلاح، نحن نقصوا خضر الفلاح ونحن مدعومين اتحاد الوطني الفلاحي فهمتني؟ احنا ما عندنا الاتحاد يدعمنا ونعاونوا الاتحاد والاتحاد يعاودنا. المواطن كي تلقى حاجه غاليه ما تاخذهاش، ما تاخذهاش الطماطم تلقاها ب 3000 ما تاخذهاش، برا مشي دوش لا واش تلقى الطماطم هاي ب 2200 قاعده هاي قدام برا عبي وحدك، علاش تاخذ فيها هاي علاش تاخذ فيها ب 3500 هاي ب 2200 قدامك هما لوج على الشواء لوج على الشواء لوج على الشواء تلقى المواطن زاد لو عنده مساهم في الحكايه هذه مساهم فيها المواطن. وانتم كفلاح تساعدكم معناتها طول تبيعوا معناتها مش خاصه كان تقعد مداوم هذه على العام 12 احنا نوفروا احنا راهو ساعدنا هنا نبيعوا الاقصاص تاع مرشي اللي عندنا اقصاص تاع مرشي الاقصاص 12% ما يقصولناش يعني تبيع تحط شي مكتوبك وتروح مهمش ربح بتبيع معناتها مش تبيعوا بالخسارة عندكم مهمش ربح بالخسارة احنا منتوج ربي يا اخي كيفاش مش ربح لا لا منتوج لا لا منتوج ربي والعام خير مصلي على النبي لا لا العام كل عام وقسمه العام خير العباد تبيع لا لا الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله فما احنا عندنا ديشارج اخرين في حاجات اخرين ولكن كيابك المطر المطر تفرهد الناس الكل ريت المطر كتصب المطر العباد الكل تتفرهد وتنسى همومها وتنسى الكريديات وتنسى كل شيء تتفرهد بالمطر كما قلنا ملول هو شهر الرحمه ذا شهر سيدي رمضان نرحموا فيه بعضنا نرحموا فيه بعضنا ومرحبا بك في كل وقت وتجي نفس نفس الاسوام تلقى هو الاقل نمشيش زعما يا حطاب نمشي منا والبلايك تتبدل منا ما تتبدلش البلايك قلت لك انا هاني مسؤول على كلامي تجي في اي وقت هنا تلقى نفس البلايك ولا اقل والجماعة الكل لا عندنا مراقبين راهم لا عندنا مراقبين من وزارة التجارة وعندنا مراقبين وزارة الفلاحة وعندنا مراقبين من الاتحاد الوطني اي وعندنا مراقبين من الاتحاد يعني ناس كل يوم عندنا الصباح نصبحوا معناتها ديما المراقبين ديما الكنترول على البري فهمتني ولا وما احنا ما احنا مالناش تجار وعندنا ثقة بيننا وبين المنظمة اللي عطتنا الستون هذا باش نخدموا فيه الفضل باش نخدموا فيه وبين الكليون احنا معناتها نخلوا العباد تتغشش ولا نذروا احنا لازم نقولوا الزوالي اليوم في شهر الفضيل نجم ياكل غله والله يدخل والله يدخل ب 20000 يضرب قفه خضره وغله ويتعدى ب 20000 ياخذ شويه لحم يروح يشيخ 40 دينار يعبيها الزوالي ياخذ قضيه تاع سمعه ب 40 دينار ولا الدجاج موجود رخيص الدجاج 80000 فرنك كيلو
بالحق الحم هاكم الخبز موجود، كل شيء هاكم كل شيء موجود، هاك تفرج انت تو دور هاك شوف الوقت قداش معناتها والعباد مازالها وكل شيء موجود، خير ربي موجود. الوقت في السوق قد هون حتى لاخر رمضان اي حتى لاخر رمضان اي ميت رمضان كامل احنا هنا، رمضان كامل احنا هنا، كل عام وكل عام هنا احنا كل عام نشاركوا، كل عام نشاركوا، كنا مني كنا في الخيمه غاديك كل عام نشارك. لا هنا تبارك الله محفوظه، لا محفوظه وحد صلاتكم ريقنا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين ومرحبا بك. والسلعه حطاب كيفاش؟ كل يوم تجي فريسكه، السلعه كل يوم فريسكه، وبعدين لم وشقف وتجي صباح تلقى السلعه. خير مكدس ولا اسعار لبيس؟ والله لبيس، والله لبيس، الاسعار لبيس، كي وين كانت وين صبحت.